مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. النهارده هنتكلم في موضوع طويل شويه، اذا كان على الاخوان فهو مش بس على الاخوان، هو ينطبق برضو على حاجات موجوده عندنا في البلد. واحده من اهم الحاجات اللي محدش كان ممكن يتخيلها الفتره اللي فاتت ان تحصل في جماعه الاخوان الارهابيه انه يبقى فيه صوت مخالف. التنظيم اللي اتربى على انه حته واحده، عقل واحد، كيان واحد، خط واحد، واللي مصدر قوته طول الوقت في الـ80 سنه اللي فاتوا هي كلمه السمع والطاعه، ان ما ينفعش عنصر من عناصره يطلع يعترض او يشكو علنا او يقول ان في مشكله جوه الجماعه. هذا التنظيم الذي كان كذلك النهارده ما بقاش كده. خروجه للنور من بعد 25 يناير ومرورا بمرحله برلمان بعد الثوره، ثم الفشل في الحكم سنه مرسي، ثم الفجر في خصومه الشعب المصري والرغبه في الانتقام من الشعب المصري بعد 30 يونيو بالعنف والتهديد، كل ده عمل تعريه لجماعه الاخوان المسلمين. كشفها على حقيقتها، خلع عنها توب التماسك والعفة والأخلاق والزهد في السلطة والدنيا، وخلانا نشوف الجماعة على حقيقتها عريانة، كيان مترهل وساذج، عقل عصفورة في جسم فيل، مساحات الغباء جواه أكتر من مساحات التفهم والذكاء والتعامل والتعاطي مع الواقع. والأهم إنه كل ده أظهر لنا الحتة القبيحة الخاصة بأن الدين لم يكن بالنسبة للإخوان سوى ستارة أو أداة هدفها الوحيد تحقيق المصالح السياسية. كل الكلام ده حضراتكم عرفتوه وتبعتوه بالوقائع واللي شفتوه بعينيكم خلال الفترة اللي فاتت من الإخوان. لكن المكسب فين هنا؟ اللي احنا عاوزينه فين هنا من اللي بيتنشر في الجرائد من تقارير ومقالات عن وجود مشاكل جوه جماعة الإخوان المسلمين؟ هقولك. الإخوان اللي كانوا طول الوقت بيعايروا أبناء الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية المختلفة بأن جماعتهم هي الكيان المنظم الوحيد اللي قواعده بتحترم قياداته واللي قرآنه دستوره واللي أخلاق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي قدوته، النهاردة بيتعرى علشان الناس تكتشف أنه ما يفرقش حاجة عن كل الأحزاب الورق وجماعات المصالح اللي دمرت البلد الفترة اللي فاتت. الإخوان النهاردة ما يفرقوش حاجة في فشلهم وطمعهم عن اللي حصل في حزب الأحرار والعربي والوفد وغيره وغيره. ناس اتعرت واكتشفنا ان هم زيهم زي كل الباقيين اللي كانوا بيصفوهم بالخيانة. زمان كان الإخوان بيصفوا بعض السياسيين بالخيانة وعدم الفهم وعدم الإدراك وعدم الزهد. النهاردة هم زيهم زيهم، بيتخانقوا على الكراسي، بيتخانقوا على المناصب، بيتخانقوا على الفلوس زيهم زي أي عصابة. عشان كده اوعى تستهون أبداً بكمية الأخبار اللي بتتنشر عن وجود حالة شقاق وخناق وصراع جوه صفوف جماعة الإخوان. بالعكس، انت لازم تقرأ الحالة دي كويس، لازم تبلورها، لازم تفوكس عليها، لازم تبروزها وبعدين تحولها إلى وقائع ودراسات وأبحاث تبدأ بقى تشتغل فيها مراكز البحثية في مصر. الجامعات تأرخها بمعنى أصح. ليه؟ علشان تتحفظ لأولادك هذه المقالات وهذه الأخبار وهذه الدراسات، تتحفظ لأولادك وأحفادك من بعدك، تبقى دليل عندهم على إنه هذا التنظيم الذي كان يدعي الطهرة والعفاف والزهد ما هو إلا تنظيم سياسي انتهازي، تنظيم يدعي الزهد بينما هو أكثر الطامعين في السلطة والمكاسب، تنظيم يدعي العفة بينما هو أكثر الوقحين وقاحة، تنظيم يدعي إنه طول الوقت ماشي على خط الدين والإسلام بينما هو أكتر تنظيم ينتهك حرمات الدين والإسلام. لازم طول الوقت واخد بالك من أنه هذا التنظيم تعلمهم من هذه الدراسات وهذه الشتائم والفتاوى بتاعت بقى الشتيمة الفلانية تجوز ومش عارف إيه، أنه هذه العفة التي كان يدعونها زمان ما بقتش موجودة. هذا التنظيم الذي كان يدعي القدرة على تربية قواعده والتحكم فيها هو الأكثر انفلاتا الآن. هذا التنظيم الذي كان يدعي أن هدفه نشر الدين والحفاظ عليه هو أكثر من يرتكب حماقات تضر الدين الآن. ده دور الصحافة ودور مراكز الأبحاث والدراسات إن هي تجمع هذه التقارير اللي بتتنشر علشان تحطها في إطارها المظبوط. ما تبقاش مجرد تقارير بتعدي أو حاجات منشورة في الصحافة وبتعدي على إن في مشكلة جوه الإخوان. دور الدولة بقى. الدولة دلوقتي مطالبة ان هي زي ما بتواجه الاخوان امنيا، وزي ما بتدعو لمواجهة الاخوان فكريا،
لازم كمان هي والإعلام المصري صحفيين ومذيعين مطالبين بأن هم مش بس يشتموا في الإخوان زي ما بعض الناس مقتنعة كده، أنه لو المذيع أو الكاتب شتم في الإخوان هو عامل عليه. لأ، ده احنا في لحظة فارقة على رأي حازم صلاح وإسماعيل، لحظة فارقة لابد أن ندركها ونعرف أن التنظيم ده في أشد لحظات ضعفه دلوقتي، لأنه عريان عريان وكل عيوبه مكشوفة للناس. ناس بتخانق على كراسي، ناس فجرة في الخصومة مع شعب كامل، ناس عندها استعداد تضحي بشعب كامل علشان كرسي السلطة أو الرئاسة، ناس بتلوي عنق الدين والأحاديث والآيات علشان تحلل لنفسها إن هي تشتم وتقتل وتخرب وتحرق وترهب. الناس دي بتدعي إن هي بتفهم في كل شيء، بينما الواقع بيقول ان هي بتفشل في كل شيء. هذه حاجات تحتاج الى تاريخ علشان الجماعه دي لما تيجي ترجع تاني تكذب نفس الاكاذيب بعد 10 20 سنه يبقى عندنا حاجه نرد عليها، ما يبقاش كلام اتنشر في الجرايد وبس. هذا الفشل في كل شيء ممكن يوضح لنا ملمح منه في مقال ربما هو المقال الاشهر النهارده في كافه المواقع الصحفيه. مقال عمل جدل، اترد عليه، اتشاير كتير، عمل دوشه وعمل نقاش. مقال كتبه زميلنا حسام كمال في واتنشر في موقع العربي القريب من الإخوان. وعلى قد ما هو كاتب هذا المقال في ثوب النصيحة للجماعة أو في ثوب أو في شكل التوجع من حال الجماعة، على قد ما المقال ده بكل بنوده وتفاصيله بيوضحوا لك قد إيه الجماعة دي غرقانة في الفشل. الإخوان ما عندهمش هدف، وأهلها اللي هم بيقولك عاوزين نضحي من أجل الدين مش عارفين يضحوا بمكاسبهم وعندهم استعداد يموتوا الجماعة والوطن والدين علشان مصالحهم الشخصية. المقال زي ما قلت لحضراتكم كتبه زميلنا حسام كمال مال بعنوان إعلام الإخوان منصات عدة وبوصلة غائبة. وطبعا مش عاوز أحكي لك إنه في المقال ده كانت ردود الفعل قاسية، وبعض الناس الإخوانيين بدأوا يتهموا حسام بإنه خاين وإنه كاره للجماعة وإنه بيطعنها في ظهرها لمجرد بس إنه قرر ينتقد أدائها وفشلها الإعلامي. تخيل كده الإخوان اللي بيقول لك طول الوقت إن من حقنا ننتقد الدولة، هم نفسهم بيغتالوا الناس اللي بتنتقدهم معنويا زيهم زي توفيق عكاشة بالظبط. المهم في المقال ده مش بس سطوره اللي واضحة، لكن اللي بين سطوره. الأستاذ حسام بيتكلم عن حالة الفشل الإعلامي للجماعة والقنوات بتاعتها اللي بتقفل دلوقتي، وبيتكلم كمان عن جهية وعند المذيعين والقيادات الإخوانية في عدم الاعتراف بالفشل الإعلامي للجماعة أو بالفشل عموما للجماعة الإخوان المسلمين. وتعالى بقى نلخصه في هذه النقاط. بيقول في هذا المقال إنه دلوقتي قنوات الإخوان الفضائية كلها تحت مظلة الفشل المستمر، لكن الأدهى من الفشل إن كل قيادات الإخوان والمسؤولين عن هذه القنوات الإخوانية اللي هي رابعة ومكملين ومصر 25 ومش عارف إيه الكلام ده كله، كلهم بيطلعوا مبتسمين وعندهم حالة من الفخر والزهو وكأنهم فايزين وكسبانين، أو بتعبير حسام وكأن على رؤوسهم أكاليل الغار. وبيعترف في المقال ده إن الإخوان الآن أصبحت عبارة عن جماعة بداخلها تيارات مختلفة متصارعة، وده ربما يكون علامة فارقة في تاريخ هذا التنظيم. وبعدين في هذا المقال بدأ يعمل رصد لأنواع القنوات الإخوان اللي موجودة دلوقتي اللي بتبث من تركيا أو غيرها. قال لك أول قناة هي قناة مصر الآن، وبيسميها قناة إخوان التنظيم اللي هم الناس التنظيمين اللي جوا جماعة. وبيقول على هذه القناة اللي هي مصر 25 اللي حضرتك ممكن تكون بتشوفها وتتأثر بما يقال فيها، تعال بقى شوف هذه القناة بتشتغل إزاي. قال لك إن مصر 25 دي نافذة التنظيم القوية والأخت الشقيقة لقنوات مصر 25 وحرق 25. وبتقول أو بيقول إن كل أو وضوح فشل هذه القناة بادئ من اللوجو بتاعها الغير مفهوم. وبيقول إن مصر 25 دي هي اللسان الرسمي لتيار الإخوان التنظيميين اللي هو أكثر تمسكا داخل الإخوان دلوقتي. وتغطيتها ليها هدفين. بيقول كل اللي بتعمله مصر 25، خلي بالك حد كاتب مقال منشور على موقع في الإخوان يعني اعترافه اهوت، بيقول ان قناة مصر 25 دي لها هدفين. الهدف الاول التمجيد والاعلاء من شأن الجماعة وتاريخها وقياداتها اللي موجودة دلوقتي، يعني نفخ وتطبيل وتهليل يشبه نفخ وتطبيل المنافقين اللي الاخوان بينتقدوهم، لكن لما ده بيحصل على محطاته بيبقى عادي. قال لك ان كمان هذه الجماعة في الهدف التاني بتاعها انه هدفها التاني هو التهويل،
التهويل وضرب المعلومات في الخلاط ونشر الأكاذيب علشان تعطيك انطباع ان 30 يونيو او الانقلاب اللي بيسموه انقلاب بيترنح وفي طريقه الى الزوال، وكأنهم بينيموا انصارهم في العسل، بيعملوا عملية تغييب وعي الانصار جماعة الاخوان المسلمين. فده هدف او هدفين كلاهما اسوأ من الاخر، بتعمله بس قناة اسمها مصر 25 اللي حضرتك برضو بحذرك انك ممكن تشوفها وبعدين تتأثر. واحد هو بيقولك دول ما لهمش دعوة ولا بحق ولا بخير ولا بعدل، هم عاوزين يمجدوا في نفسهم وعاوزين ينيموا انصارهم في العسل. القناة الثانية اللي حسام اتكلم عنها في مقاله كانت قناة مكملين، بيقول ان دي القناة اللي بيسيطر عليها التيار الشباب الثوري، او بمعنى اصح هو سماه الثوري، خلينا نقول التيار الشباب المتبني لنبرة العنف داخل جماعة الاخوان المسلمين. بيقول ان القناة دي بتعبر عن هذا الميول للعنف اللي بيشجع طول الوقت، قناة مكملين طول الوقت بتشجع العمليات النوعية اللي بتحصل، الارهاب اللي بيحصل، بعض الجماعات او التنظيمات والتيارات اللي بتسمي نفسها مش عارف الائتلاف الثوري الانتقام من كذا، جماعة حلوان، طول الوقت بتشجعهم وتبرز امورهم. بيقول كمان ان هذه القناه اللي بيتفرج عليها مكملين لو شافها هيلاقيها ان هي مجرد مرايه بتعكس كل الخلافات اللي موجوده جوه الاخوان. بمعنى ان كل ما تقعد قدام هذه المحطه تلاقي ان رياح الخلافات بتاعه الجماعه بتترجم في شكل بيانات وبيانات مضاده على هذه المحطة، فتلاقي محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة بيطلع بياناته ضد قيادات الجماعة في قناة مكملين، بينما قيادات الجماعة بتطلع بياناتها ضد جناح محمد منتصر على شاشة مصر الآن. فيبقى أنت عندك هنا بخلاف تشجيع العنف في هذه القناة، إلا أن هي منصة بتؤكد لك وجود خلاف وشقاق وصراع كراسي جوه جماعة الأخوان المسلمين. تعال نروح للقناة الثالثة اللي هي قناة دلوقتي اسمها الثورة، اللي كانت قناة رابعة قبل شوية. بيقول ان قناة رابعة دي او قناة الثورة دي هي قناة طيار الاخوان السلفيين، بيتحكم فيها الناس المتطرفة، الخليط اللي بيقول عليه في مقاله الازاهرة والسلفيين والجهاديين، اهو ما بينكرش الراجل. بيقول لك انه كمان معهم مجموعة من مؤيد الشرعية اللي هم الجماعة الاسلامية وغيره. بيقول ان هذه القناة هي قناة طيار الدين المتطرف بشكل عام. بتفتح القناة تحس ان في نقله فكريه مختلفه، لحى وجلاليب وعمم هي اليونيفورم الرسمي لهذه القناه، وتلاقي هذه القناه بتحرم استخدام الموسيقى وبتحط مكانها مؤثرات صوتيه، وتلاقي هذه القناه ما بتشغلش مذاعات وبترفض تشغيل المذاعات وبتعمل معارك مع محطات الاخوان التانيه وتتهمها بالانفلات لمجرد انها بتشغل مذاعات، فهي تعبير عن الجانب المتطرف من جماعه الاخوان المسلمين وانصارهم. وبيقول ان محتوى هذه القناة، وعامل رصد الحقيقة اكتر من هايل في مقال رائع، يعني الرصد ده كان المفروض يبقى جانب من جانب الدولة المصرية بالمناسبة، يعني حد في الدولة المصرية مراكز الابحاث مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية كان المفروض يطلع دراسة زي دي علشان الناس ما تتأثرش بنشوف هذه القناة. بيقول ان القناة دي بقى محتواها كارثي. ليه؟ لان محتواها بقى عبارة عن فتاوى وتفنيدات شرعية بتكفر وتزندق وتعتبر كل مؤيد للرئيس او 30 يونيو خارج عن الاسلام، وان النوع ده من الفتاوى بيباعد المسافات ما بين الاخوان وما بين الشعب المصري، لانه بيصدر ان رؤيه الاخوان على الشعب المصري ان هم كلهم دلوقتي كفره لانهم مش زعلانين ان مرسي مشي. بيقول كمان اللي بيحصل في قناه رابعه دي ان هي طول الوقت بقت مكان لاشعال الفتنه، يعني تلاقي فيها خناقات ما بين الناس اللي بيطلعوا على قناة رابعة والناس اللي بيطلعوا على قناة مكملين، يعني الشيخ عصام تليمة يطلع على مكملين يشتم ويتخانق مع الشيخ وجد غنيم اللي بيطلع على قناة رابعة أو الثورة أو قناة رابعة سابقا أو الثورة دلوقتي حوالين فكرة تكفير الناس ومش عارف إيه الكلام ده كله. فده الخلاف التاني ما بين محطتين، يعني قناة الناس المفروض إن هم بيقول لك إحنا جبهة واحدة علشان نستعيد الزخم الإسلامي، عندك بخلاف انه بيعملوا قنوات للتمجيد والكذب والتهليل وفتاوى التكفير، عندك رابعه بتتخانق مع مكملين ومكملين بتتخانق مع مصر 25. نروح للقناه الرابعه، قناه الشرق، بيسميها قناه طيار رجال اعمال، انه بعض من رجال الاعمال اللي كانوا محسوبين على الاخوان تضرروا من احداث 30 يونيو، فعلى طول طلعوا يصرفوا فلوسهم في تركيا علشان يطلعوا محطات تهاجم هذا النظام تحت مظلة الشرعية والكلام الكبير ده.
وبيقول انه القناة دي اللي عملها باسم خفاجة طوال الشهور اللي فاتت كانت مهمتها، القناة اللي عملها باسم خفاجة مهم إلى الشرق، كانت مهمتها بالنسبة له ان هي تحوله وتبروزه وتخلي باسم خفاجة زعيم ثوري. ولما هذه القناة فشلت ان هي تنجم وتشهر باسم خفاجة وتحوله لزعيم ثوري قفلها، ما بقتش جايبة همها. يبقى هنا اعتراف جديد بأن هذا النضال الإخواني لم يكن أبدا لوجه الله ولا الوطن، بل كان لوجه بعض الأشخاص. وبعدين لما القناة ماتت بعتوا عملوا اكتتاب ما بين الجمهور، الجمهور دفع فلوس عشان يقوموا القناة تاني، المهم القناة وقعت تاني. مين اشترى القناة دي بقى يا جماعة وبيقومها دلوقتي؟ مين؟ السيد أيمن نور. شفت اللعب الحلو؟ أيمن نور اشترى قناة الشرق وبيحاول دلوقتي يعملها براند جديد عشان تطلع. دي القنوات اللي هو اتكلم عنها في مقاله. اللي هنا بقى اللي فات ده كله كان رصد، الحقيقه رصد اكتر من هايل وموضوعي ومنصف. ويا ريت احنا لما نيجي نتكلم عن اعلامنا نتكلم بنفس هذا القدر من الانصاف. تعالى بقى بيقول لك هذا كان الرصد، تعالى نشوف بقى النتائج اللي طلع منها من الكلام ده. قال لك نمره واحد ان كل رصد ومتابعه لقنوات الاخوان واعلامها بيؤكد انه المنصات الإعلامية للإخوان لا تستطيع أن تصل للناس، بل نجحت بامتياز بأن هي تخلي برامجها حوار طرشان موجهة فقط للناس اللي من نفس الطيار، يعني قنوات طلع علشان تعمل حقن تسكين لقواعد الإخوان الغضبانة والزعلان. نمرة اتنين أن كل هذه القنوات سحبت من رصيد الثقة اللي كان موجود عند الجمهور، لأنها بتروج أخبار كاذبة، بيانات معدومة المصدر، بتهول في الأحداث، فبالتالي الناس انصرفت عنها وعن مشاهدتها ووصمتها بأن جماعة الإخوان بقت جماعة كذابة. نمرة ثلاثة قال لك هي فين بقى المشكلة؟ هل المشكلة في الفلوس؟ هل الإخوان ما عندهمش فلوس عشان مش عارفين يطلعوا محطات؟ قال لك لا، الإخوان عندهم فلوس بدليل أن هم طلعوا أربع محطات في دولة بعيدة هي تركيا، مش محطة واحدة مثلا. لكن المشكلة بالنسبة لحسام كمال هي في العقلية اللي بتدير هذه القنوات، عقلية الفشل ورغبة المذيعين والقيادات في الظهور وتصدر المشهد وادعاء البطولة، بالإضافة طبعا إلى المحطات اللي بتصدر أفكار متطرفة. كل الكلام ده خلت الرسالة الإعلامية بتاعة الإخوان مسمومة ومشوهة وفاقدة للمصداقية. في آخر المقال بقى طرح فكرة بيقول إن هي الحل، وفي ظني ان الحل اللي بيطرحه ده علشان يعدل حال وسائل الاعلام الاخوانيه حل يجوز ان نطرحه نحن ايضا لكي نعدل به حال الاعلام المائل في مصر. يعني تقريبا بعض العيوب اللي ذكرها هي نفسها او معظمها هي نفسها العيوب الموجوده في بعض وسائل الاعلام المصريه سواء رسميه او غير رسميه. بيقول في الحل ان مفيش اعلام بدون اجنده، فبالتالي لابد ان تكون واضحه الاجنده بتاعت وسيله الاعلاميه، ولابد أن تكون هناك مبادئ تحكم صناعة الإعلام، ولابد أن يكون في استثمار حقيقي في الإعلام. يعني عشان عندك يبقى عندك وسيلة إعلامية قوية لابد ألا تتعامل معها وكأنها طبلة تنافق بيها الطيار بتاعك، لا، علشان تخليها سلاح حقيقي للدفاع لازم تكون مهنية ومنصفة علشان الناس تصدقها، فيكون لها تأثير يمكن أن تستفيد منه الجماعة أو الطيار أو الدولة صاحبة الوسيلة الإعلامية دي. لأنه لو فضلت تطبل على طول وتهلل على طول وتنافق على طول هتفقد مصداقيتها، فلما تيجي الدولة تحتاجها علشان رسالة مهمة تتعلق بأمنها القومي الناس مش هتصدق. الحقيقة المقال أكتر من رائع، وأعتقد أنه شفاف وواضح لدرجة أنه معري حال جماعة الإخوان المسلمين، وبالمرة لاطش كده على حالتنا إحنا كمان. ده كان مقال حسام كامل المنشور في العربي، واللي تداعياته ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة ما بين تأييد ومعارضة وشتيمة وتخويل. نفس الحال هناك، نفس الحال هنا. نشوفكم بعد الفاصل ونشوف بقى الأخبار والصحافة بتاعت بكرة في أيه.